علي النمر شاب سعودي يبلغ من العمر 22 عاما. اعتقلته سلطات آل سعود على خلفية مشاركته بالاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في منطقة القطيف عام 2011 من أجل إنهاء عقود من سياسات الإقصاء والتهميش والتنكيل التي تمارسها عائلة آل سعود بحق الشيعة. السلطات أصدرت حكما بإعدامه لمشاركته في تلك التظاهرات عندما كان قاصرا. وفي مطلع هذا العام أعدمت السعودية عمه آية الله الشيخ وهي اليوم بصدد الانتقام من ابن أخيه الشاب علي محمد النمر. هذه اليد الحديدية التي تمتد لضربنا ستكسرها إرادتنا الفولاذية، وبدمنا سنغرس شجرة الكرامة والحرية. لا تبدو السعودية آبهة للنداءات الدولية الداعية إلى عدم إعدامه كتلك التي صدرت من مفوضية حقوق الإنسان أو من البرلمان الأوروبي. فبالرغم من أن السعودية عضو أساس في مجلس حقوق الإنسان وترأس لجنة الخبراء فيه، إلا أنها لا تلتزم بالقانون الدولي الذي يحظر إعدام القُصّر، فقد أعدمت ما لا يقل عن قاصرين مطلع هذا العام. وبعد أن أعدمت السعودية 47، هل من المناسب أن ولايتكم تطلبون من رئاسة المجلس بحسب المادة 8 أن تعلق عضوية أي عضو يرتكب انتهاكات جسيمة كالسعودية؟ مواقع وحسابات موالية للنظام السعودي بدأت بالترويج مؤخرا لعزم السعودية إعدام النمر، وهي ذات المواقع التي روجت لقرب إعدام عمه الشيخ نمر النمر. ولذا فإن هناك مخاطر حقيقية اليوم تهدد حياة الشاب علي النمر، مما يستدعي موقفا حازما من المجتمع الدولي وخاصة الدول الحليفة لآل سعود للحيلولة دون ارتكابهم جريمة بشعة أخرى.